الواحد يبقى متضايق ومخنوق لما يقوم يتوضى كده ويصلي ركعتين، يحس ان ربنا قلبه ده طاير. يقوم يتوضى كده ويقرا ويفتح كتاب الله، يلاقي العمليه متظبطه معاه وتلاقي الدنيا ميسره. حتى سيدنا شعيب لما كذبوه قومه قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا؟ يعني عبروا العلماء، قالت ان صلاتك هنا دينك، من ضيع الصلاه فقد ضيع الدين. سمعت الشيخ محمد حسين يعقوب، صلي انت ما بتصليش ليه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يسلمك يا شيخ. والله انا مبسوط معاك، يعني مبسوط معاك ان انت معايا في الحلقه ديت، الحلقه السابعه من سلسله كيف التزمت بالصلاه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يخرج من قلبك كلام ينفع الشباب وينفعنا. يعني ايه البدايه، يعني ايه البدايه اللي خلتك تحافظ على الصلاه؟ البدايه اللي كنت شاب عادي جدا، حاسس الدنيا مش مظبطه معايا، فسمعت الشيخ محمد حسين يعقوب، صلي انت ما بتصليش ليه؟ امال اللي احسن منك فيه؟ صلي عشان ربنا يكرمك. فابتديت اصلي وربنا ييسر ان شاء الله. كانت البدايه يعني. كانت البدايه ان شاء الله. طب ايه الايه او الحديث اللي بيدفعوك للصلاه وبيخلوك دايما تحافظ على الصلاه ودايما تقرب لربنا سبحانه وتعالى وما تتكسلش؟ وفي ايه في سوره مريم، وخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. استعذ بالله. يعني غيا ده يعني ولد جهنم لو الجبال اتحطت فيه تدوب من شده الحراره، تخيل. استعذ بالله. طب يعني ايه الحديث اللي برضه خلاك تقرب للصلاه؟ الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاه، من لم تركها فقد كفر. استعذ بالله. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، يقصد بيننا وبين الكافر والمشركين. استعذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. يعني الواحد بين الشرك وبين الكفر، مش بين الشرك والإسلام أو بين الكفر والإسلام. استعاذ بالله. الحديث ده دايما بيدفعك، يقول لك أنت يعني حتى سيدنا شعيب لما كذبوه قومه قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ يعني عبروا العلماء، قالت إن صلاتك هنا دينك، من ضيع الصلاة فقد ضيع الدين، الواحد ضيع الصلاة فقد ضيع الدين. سيدنا الإمام ابن القيم يقول: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر الصلاة في قلبك. الإمام أحمد يقول: إذا أردت أن تعرف حظ الإسلام في قلبك فانظر إلى حظك من الصلاة. شوف أنت بتصلي قد إيه، وشوف أنت الإسلام، هل الإسلام اللي حظ في قلبك؟ قال صلى الله عليه وسلم: اذا رايتم الرجل يعتدي المساجد فاشهدوا له بالامامه. سيدنا علي بن ابي طالب لما كان يسمع الاذان حضره الامانه، امانه، الصلاه امانه، فمن ضيع الصلاه ضيع الامانه. الله يفتح عليك. قول كده، يعني لو انت قدامك واحد شاب كده محب ليك او صديق في عمل او جار او ونفسك تنصحه كده وهو بيصليش، هتقول له ايه؟ اقول له: يا اخي التزم بالصلاه، التزم بالصلاه عشان ربنا يكرمك وعشان ربنا يوسع رزقك، عشان انت هتحس بالراحه النفسيه. والله يا اخي الواحد يبقى متضايق ومخنوق لما يقوم يتوضى كده ويصلي ركعتين، يحس ان ربنا قلبه ده طاير. يقوم يتوضى كده ويقرا ويفتح كتاب الله، يلاقي العمليه متظبطه معاه وتلاقي الدنيا ييسر له، ربنا ييسر له كل امر عسير، تلاقي الدنيا اتفتحت كلها في وشه. ما ينفعش مسلم يتقال عليه مسلم وما بيصليش، ما سمعتش انا الاذان، اذان ربنا، وابقى قاعد بره وقاعد مكبر دماغي. انا حتى لو مش هصلي ما ينفعش ابقى قاعد قدام المسجد والاذان بيأذن واكبر دماغي ما اصليش، ما اقعدش في الشارع والاذان بيأذن ما اصليش، لا ده لازم اصلي عشان ده فرض عليا ان انا اصلي. صلي عشان ربنا يكرمك، عشان ربنا يوسع عليك ان شاء الله. نعم، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حاجه فرض وليها وقت، يعني مش هزار ولا لعب. لا ده دين، دين يا صاحبي. الصلاه دين. الله يفتح عليك يا شيخ محمود. والله انا كنت مبسوط انك كنت معايا النهارده. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومن اللهم امين. ربنا يعزك يا شيخ، ربنا يكرمك.